أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، نطالع فيها أهم ما تقوله الصحف الصادرة اليوم وما جاء في المواقع الإخبارية. والبداية من موجة الاعتقالات التي تنفذها ميليشيا الحوثي وقوات المخلوع في العديد من المحافظات، حيث قالت مصادر محلية بمحافظة عمران لموقع الموقع بوست إن ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح اختطفت 10 مواطنين من أبناء منطقة الجنات شمال المدينة. وأوضحت المصادر بأنه تم اختطافهم من مستشفى المتوكل بصنعاء أثناء زيارتهم لرفيقهم محمد الشدادي الذي أدخل المستشفى لتلقي العلاج بعد إصابته في التفجير الذي وقع الخميس الماضي في سوق الليل، وتم أخذهم إلى سجون الميليشيات بعمران. وعبر أهالي وأقارب المختطفين عن استيائهم واستنكارهم لما قامت به ميليشيا الحوثي وصالح من عمليات الاختطاف الواسعة والتعسفية بحق أبنائهم، والتي ليس لها مبرر ولا تستند إلى دليل شرعي أو مسوغ قانوني. يتابع الموقع: تمارس ميليشيات الحوثي انتهاكاتها بحق المواطنين والأبرياء بعمران منذ سيطرتها على المحافظة منتصف 2014. وفي محافظة البيضاء أقدمت ميليشيا الحوثي أيضا على اختطاف عدد من أبناء المحافظة، حيث عنون موقع يمن مونيتور: مسلحو الحوثي يختطفون عشرات المواطنين في البيضاء اليمنية. حيث قال مصدر محلي ليمن مونيتور إن مسلحين حوثيين اختطفوا العشرات من المواطنين من أبناء قرية الطياب التابعة لمديرية ذي ناعم بمحافظة البيضاء، وزجت بهم في مقر الوحدة الصحية في القرية. وأضاف المصدر أن من بين المختطفين عدد من طلاب المدارس دون ذكر المزيد من التفاصيل. يتابع يمن مونيتور: سبق أن نفذ مسلحو الحوثي حملات اختطاف مستمرة خلال الفترة الماضية طالت العديد من المواطنين والمعارضين لهم في عدة مناطق بمحافظة البيضاء. الحسم قبل وصول ترامب. تحت هذا العنوان كتب عدنان هاشم مقاله المنشور في يمن مونيتور، وقال في جزء منه: ارتبطت اليمن بمعركتي الموصل وحلب في تصريحات المسؤولين العسكريين والسياسيين في إيران التي تحتاج إلى ضبط التوقيت للمعركتين بما يحسمهما قبل وصول الرئيس الأمريكي الجديد إلى البيت الأبيض، حتى لا تخوض صراعا مع ارتباك السياسة الأمريكية الخارجية. وبما أن اليمن جزء من معركتها الإقليمية، فإن نجاحها في المعركتين يضع ثقلها وثقل ميليشياتها الطائفية الحشد الشعبي وحزب الله في معركة اليمن. لذلك فإن الحسم العسكري في اليمن أسهل الآن وأسرع من مرحلة ما بعد وصول ترامب من نواح ثلاث: الأولى استغلال الحكومة الشرعية لإعلان حكومة الحوثيين بالتحرر من الضغوط الدولية بشأن الحل السياسي الذي لا يعمل على استعادة الدولة بقدر ما يعطي اليمن حروبا مؤجلة. الثانية في حال تغير المزاج الإقليمي الواقف مع الشرعية مع الضغوط التي تلاقيها روسيا في سوريا، والتي قد تتوج بعدم حسم معركة حلب لصالحها قبل وصول ترامب، ما يضع الملف اليمني أداة للضغط على السعودية، إضافة إلى حجم تأثير اليمين المتطرف إن فاز في الانتخابات على القرار الأوروبي بعد خروج بريطانيا. نذهب إلى موقع التغيير نت الذي تابع الشؤون اليمنية الخارجية وعنون في صفحته الرئيسية: والد الشيخ يطالب الكويت باستضافة جديدة لمشاورات السلام اليمنية لمدة 10 أيام فقط. يقول الموقع إن مبعوث الأمم المتحدة إسماعيل والد الشيخ أحمد طالب دولة الكويت استضافة جديدة لمشاورات سلام يمنية لمدة 10 أيام. والد الشيخ التقى أمير دولة الكويت صباح الأحمد الصباح ووزير خارجيته ضمن جولة مشاورات شملت العاصمة السعودية الرياض وأطراف النزاع اليمني. وكانت الخارجية الكويتية أبدت تحفظاً حول استضافة محادثات سلام جديدة بلا أفق، مشترطة أن يكون استقبالها للمفاوضين اليمنيين على أساس إبرام اتفاق نهائي للأزمة اليمنية. المشاهد نت عنون في صفحته الرئيسية: شركة النفط بصنعاء تطالب بالقضاء على السوق السوداء. يقول الموقع إن شركة النفط اليمنية بصنعاء المملوكة للدولة بدأت التحرك لاستعادة نشاطها وإيقاف السوق السوداء. تشير الشركة إلى أنها رفعت قضية إلى القضاء وتنتظر الحكم، وناشدت القضاء للوقوف أمام هذه القضية بمسؤولية وطنية والحكم فيها وبما يعيد سلطة الدولة وسيطرة مؤسساتها.
حيث تسعى شركة النفط بصنعاء بحسب الموقع إلى حشد الرأي لمساندتها في إيقاف السوق السوداء وإعادة نشاط الشركة الذي سيكون له الدور في الاستقرار الاقتصادي وتوفير السيولة النقدية. كما تطالب شركة النفط بصنعاء بإيقاف شركة أويل بريمر وغيرها من الشركات من التعدي على اختصاصات وعمل شركة النفط. كانت جرأة كبيرة مني أن أذهب إلى بيتنا في شارع الأربعين، لكن الشوق يدفعني وينسيني المخاطرة. هكذا بدأت إيناس يحيى مقالتها التي وثقت فيها زيارتها إلى منازل الأسر المحاصرة وسط مدينة تعز. وتقول إيناس: دخلت حارتنا عبر أزقة ملتوية، لم أعد أستطع أن أصل من الطريق المعتاد بسبب وجود القناص الذي يستهدف كل ما هو متحرك، ولا ينجو السكان إلا إذا عبروا الأزقة الملتوية. دخلت بيتنا الذي لم أزره منذ عام تقريبا بعد أن فتحته بمفتاح مربوط بسلسلة طويلة ورقيقة كانت تعلقه أمي في رقبتها كالتعويذة، وتقول كي لا ننسى المفتاح أو يضيع منا. وسوف نعود إلى تعز هذا الأسبوع، سنة كاملة وأمي تترقب أسبوع الرجوع كل يوم وتتحسس المفتاح. عدت وكأني كنت أرى قشعريرة الجدران فرحة بأصحاب البيت الذين عادوا، وكأنما شعرت أننا سنملأه سكينة وحياة بعد أن تركناه وحيدا يتلقى قذائف صالح ورصاصات قناص معتوه. كان كل شيء في البيت عدوا له، الشماعة والستائر والمرايا وصورة معلقة في جدار الصالة كان مكتوبا عليها قل أعوذ برب الناس. أغلقت باب البيت وجلست في الحوش الذي كبرت بل شاخت أشجاره من هول المعاناة. كنت مذهولة أسأل نفسي متى ستنتهي هذه الحرب المجنونة، وأنا في ذهولي وقع بصري على قطة مقتولة أدركها أيضا جنون ساكني الكهوف. منذ أن وصلت شارع الأربعين ظهرا إلى هذه اللحظة ورصاصات مجنونة لم تتوقف يطلقها القناص باتجاه الحي لإرعاب ما تبقى من السكان. موقع المصدر أونلاين يعنون حول الجريمة التي أقدمت عليها الميليشيا في صنعاء، وعنوان الموقع: الحوثيون يقتلون بدم بارد ثلاثة من حراسة شركة توتال بصنعاء وينهبون مولداتها الكهربائية. وقالت مصادر متطابقة إن ثلاثة مدنيين يعملون في حراسة شركة توتال الفرنسية قتلوا بنيران مسلحي جماعة الحوثيين وقوات صالح، وأصيب آخرون في العاصمة صنعاء. وذكرت المصادر أن ستة من الحراسة الأمنية في الشركة اعتصموا أمام البوابة الرئيسية للمطالبة برواتبهم المتوقفة منذ عام، لكن الحوثيين هاجموهم وأطلقوا عليهم النار بشكل مباشر ما أدى إلى مقتل ثلاثة وإصابة آخرين. المحامي محمد المسوري قال في صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي إن أكثر من 10 عربات تحمل مسلحين حوثيين اقتحموا مقر شركة توتال وقتلوا 3 من المواطنين اليمنيين ونهبوا 10 المولدات الكهربائية. يتابع المحامي واصفا المسلحين بأن الطمع أعمى أبصارهم فقرروا الاقتحام وتنفيذ الجريمة، وفعلا نهبوا المولدات الكهربائية ولكن بعد أن قتلوا الأبرياء وفروا هاربين. موقع الصهاريج نيوز عنون في صفحته الرئيسية: اعتقال مطلوبين أمنيا في كريتر إثر عملية خاطفة لأمن عدن. وقالت التفاصيل إن قوات الأمن والجيش في محافظة عدن اعتقلت 2 مطلوبين أمنياً عقب مداهمة خاطفة في إحدى حارات مدينة كريتر. وقال شهود عيان إن العملية الأمنية وقعت في حارة الدوابية القريبة من منطقة الطويلة بمدينة كريتر، اعتقل فيها 2 مطلوبان أمنياً دون معرفة التهمة الموجهة إليهم. وقبل قراءة أهم ما ورد في صفحات الصحف العربية نذهب إلى فاصل قصير، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. نشرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية تقريرا عن مأساة اليمنيين التي يعيشونها في ظل الحرب المستمرة منذ اجتياح الحوثيين للعاصمة صنعاء. وقالت الصحيفة إن اليمني في حالات كثيرة أصبح مخيرا بين أن يذهب بطفله إلى الطبيب أو يحتفظ بما تبقى لديه من المال من أجل غذاء لباقي أفراد العائلة فيختار الثاني.
تورد الصحيفة قصة إحدى الأسر والتي كانت أمام خيار صعب حينما بدأ جسم أحد أطفالها يتضاءل شيئا فشيئا، حيث كانوا مخيرين بين إنفاق الأموال القليلة التي يملكونها من أجل أخذه إلى المستشفى لتلقي العلاج أو شراء الطعام لباقي أفراد الأسرة، فما كان منهم إلا أن اختاروا شراء الطعام. وتفيد الصحيفة أن اليمن يواجه العديد من المشاكل الاقتصادية بسبب الحوثيين، وتنقل الصحيفة الأمريكية عن بسمارك سوانجين المتحدث باسم منظمة اليونيسف قوله إن الحوثيين عرقلوا عملية وصول المساعدات لعدة أسابيع، وأن العديد من المرافق الصحية في المناطق الشمالية والساحلية تواجه نفس المأزق، وقد بقيت العديد من المستلزمات الضرورية في البلدان المجاورة لعدة أشهر في انتظار موافقة الحوثيين. صحيفة العرب الجديد تتحدث عن معقل ميليشيا الحوثي وعنونت صعدة من تهديد للسعودية إلى طريق نحو معاقل الحوثيين. تقول الصحيفة إن الحوثيين يواجهون الآن ضغوطا متزايدة تدنو من معاقلهم في محافظة صعدة شمال اليمن. تضيف العربي الجديد بعد أن كانت الحدود مع السعودية مكانا مناسبا للرد والانتقام ولو بحد أدنى على عمليات التحالف، وكذلك ورقة رابحة في المفاوضات بما لها من أبعاد إقليمية ودولية، تتحول تلك الحدود اليوم إلى أقرب الطرق لفتح جبهات مواجهة نحو أقرب دائرة مركزية للجماعة. أفادت مصادر محلية للعربي الجديد بأن الجبهة الجديدة علب أكثر أهمية من الأولى البقع باعتبارها أقرب إلى معاقل الحوثيين، فضلا عن أنها تشتت قوات الجماعة على أكثر من جبهة، مع العلم أنه في واقع الأمر لم يكن تحول الشريط الحدودي إلى منفذ للزحف باتجاه معاقل الحوثيين أمرا جديدا، فقد فتحت القوات الحكومية مدعومة بقوات التحالف أول جبهة شمال البلاد في محافظة حجة غرب صعدة في ديسمبر الماضي. صحيفة الحياة اللندنية نقلت عن مسؤول في الحكومة اليمنية أن ملاحظات حكومته التي سلمتها إلى والد الشيخ حول مبادرته لحل الأزمة أكدت ضرورة البدء بالجانب الأمني قبل السياسي، مشيرا إلى أن الملاحظات لا تخرج عن نطاق العودة إلى المرجعيات الثلاث، وأشار إلى أن أبرز ملاحظات الحكومة التأكيد على ما جاء في قرار مجلس الأمن حول ضرورة نزع السلاح والبدء بالجانب الأمني قبل السياسي، لأنه لا يمكن أن يتم عمل سياسي في ظل وجود سلاح بأيدي الانقلابيين. وأوضح المسؤول في تصريح لصحيفة الحياة أن والد الشيخ أحمد تسلم خلال لقائه الأخير مع الرئيس هادي في عدن رد الحكومة الشرعية على خريطة الطريق الأممية والتي تضمن رفض الخريطة لمخالفتها الصحيحة للمرجعيات الثلاث المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن. لماذا تخفي ميليشيا الحوثي وجود معتقلين لديها في محافظة المحويت؟ لأنها تبيت لجريمة ما. وفق ما كتبه المهتم بشؤون المحافظة علي العقبي في موقع إقليم تهامة في رده على ما تقوله الميليشيا، هناك أكثر من 107 معتقل من أبناء محافظة المحويت اعتقلتهم ميليشيا الحوثي دون أي مزوغات عدا رغبتها في إذلال الناس وتركيعهم لمشروعها، البعض منهم في سجون سرية والبعض الآخر في السجن المركزي. اختطفتهم الميليشيات من بين أبنائهم وأهليهم جهارا نهارا بدون أي أسباب أو مقدمات أو مبررات، وهناك من عذبتهم حتى الموت ولا زالت محتفظة على جثثهم حتى اليوم، أمثال المعتقل علي عوضة والذي استشهد داخل سجونهم في مديرية شبام. هكذا دون خجل أو حياء ظهر المسؤول الثاني لميليشيا الحوثي في محافظة المحويت ليقول إنه لا يوجد معتقلون أو مخفيون قصرا في المحويت. قال في تصريحه المتمادي في بلوغ أعلى مراحل ودرجات الكذب المبيت للجريمة بأن المحويت متفردة بتسامح سلطتها المحلية ولا يوجد ما يسمى بالمعتقلين المخفيين أو قصريا في أي من مديريات المحافظة. وهذا الإنكار يكشف بجلاء ربما عن نوايا إقدامهم على ارتكاب جريمة التصفية الجسدية المعمد بقرار ما يسمى بلجنة العفو العام فرع المحويت. جميع المنظمات الحقوقية والإنسانية المحلية والعربية والدولية مطالبة بتدخل سريع لإنقاذ أبناء محافظة المحويت القابعين في معتقلات الحوثي. صبرا أيها المعتقلون، فإن الفرج قريب وهذه الميليشيات الحوثية القادمة من الكهوف لن تستمر،
وكذبهم هو إفراز لثقافتهم، فما من مديرية إلا ومنها العشرات من المعتقلين ظلما وعدوانا وعنجهية. أبناء المحويت يعرفون ذلك جيدا، ويعرفون أن يد العدالة والقانون قادمة. صحيفة الاتحاد تابعت الشأن اليمني وعنونت في إحدى صفحاتها: تأمين سواحل شبوة خطوة نحو استئناف تصدير النفط. محافظ شبوة حامد لملس أكد أن إدارته تعمل على استئناف إنتاج النفط وتصديره، وكذا تشغيل منشأة بالحاف الغازية بعد توقف دام قرابة عامين، موضحا أن هناك خطة تنسيق مع وزارة النفط والمعادن بإعادة تشغيل الشركات النفطية في المحافظة. وكشف المحافظ أن عملية إعادة الإنتاج ستكون خلال الأسابيع القادمة، وذلك عبر نقله برا إلى حضرموت لتصديره حتى تتم صيانة أنبوب النفط الرابط من منطقة عياذ إلى ميناء النشيمة في سواحل شبوة. اعتداءات الميليشيا لم تقتصر على اليمنيين وحدهم، بل تجاوزتها إلى غيرهم. وفي هذا عنونت صحيفة الخليج الإماراتية: مساع حكومية لإطلاق سراح مصريين يحتجزهم الحوثيين. حيث كشفت مصادر حكومية يمنية عن مساع تقوم بها الحكومة الشرعية لإطلاق سراح 49 مواطنا مصريا محتجزين في أحد السجون السرية التي استحدثتها ميليشيات جماعة الحوثي في العاصمة صنعاء. وأكدت المصادر في تصريحات للخليج أن الحوثيين قاموا باختطاف 49 شخصا يحملون الجنسية المصرية أثناء وجودهم في مدينة الحديدة، ونقلوهم بشكل غير معلن إلى صنعاء، حيث تم احتجازهم في سجن سري أنشأته الجماعة في منطقة باب المندب شرق العاصمة. وأشارت المصادر إلى أن السفير المصري لدى اليمن طالب الحكومة الشرعية التدخل لإطلاق سراح المختطفين المصريين عبر ممارسة ضغوط على الإنقلابيين وحث الأطراف الإقليمية والدولية إلى بذل مساع مماثلة. أكثر الأخبار قراءة في صحيفة البيان الإماراتية يقول: إن 2000 شخص انتحروا في جسر الموت الشهير. وتريد الصحيفة قصة أحد المتطوعين في الإنقاذ، وقالت إنه نهاية كل أسبوع وعلى مدى 13 سنة ماضية يقطع تشينشي بدراجته النارية مسافة 12.4 ميلا من منزله إلى جسر الموت، أشهر مكان في الصين للانتحار. تتابع البيان: الرجل البالغ من العمر 48 عاما وهو عامل في شركة لوجستية يقوم برحلاته الأسبوعية على نفقته الخاصة لمنع النفوس المضطربة من القفز من جسر نهر نانجينيان، وهو هيكل عملاق يمتد عبر أطول نهر في الصين. ويقول تشين بأنه من خلال إنقاذ هؤلاء اليائسين يشعر بأنه أنقذ نفسه. فقبل سنوات مضت وقف شخصيا على هذا الجسر العملاق بنية الانتحار. وتتابع الصحيفة: أظهرت الإحصائيات أن أكثر من 2000 شخص انتحروا من الجسر بين عامي 1968 و2006 وفقا لصحيفة الشعب اليومية. لا يمكن للحدود والحواجز أن تفصل بين البشر وإن أقيمت، تظل دون الجسور البشرية حتى وإن استغلت ظروف الطبيعة. الكاتب سمير عطالله يضع إحدى تلك النماذج في مقاله في صحيفة الشرق الأوسط. عاد الكاتب البرازيلي البرتغالي الأصل خوسيه ساراماغو إلى البلد الأم عن طريق أسبانيا في سيارته. عندما وصل إلى الحدود توقف ليعبئ سيارته بالوقود، فلاحظ أن مقدمتها في البرتغال وخزانها في أسبانيا، وأن النهر الفاصل بين بلدي شبه الجزيرة الإيبيرية يسمى هنا دورو وهناك دويرو لشدة التشابه بين اللغتين. كما يرى أن المياه تتدفق من منحدرات صخرية متقاربة ثم تصب جميعها في النهر الحدودي ذي الاسمين. الأديب الحائز على نوبل ظل بطل المفاجأة وسيد اللعبة الأدبية، وقف على ضفة النهر يخاطب الأسماك: تجمعوا أيتها الأسماك، أولئك الذين إلى اليمين في نهر دويرو، الذين إلى الشمال في نهر دورو، اقتربوا مني وأخبروني أي لغة تتحدثون عندما تعبرون الحدود المائية في الأسفل، وهل تظهرون جوازات السفر والتأشيرات كلما عبرتم؟ ها أنا أتأملكم من فوق هذا الحاجز وأنتم تتأملونني، هنيئا لكم تلك الأخوة أيتها الأسماك، من ضفة إلى ضفة تتقاتلون فقط لسبب الجوع وليس لنزاع وطني. وداعا أيتها الأسماك.
تتشابه حالات النزوح والهروب من الديار في مختلف الدول العربية التي تشهد معارك. جولتنا المصورة وردت في صحيفة العربي الجديد وتوثق لحظات هروب سكان الموصل وخروجهم بلا وجهة. نتابع الصور. إذن بهذه المجموعة من الصحف العربية نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة. نتابع مجموعة من رسوم الكاريكاتير. إلى اللقاء.